هذا وشكل الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني علامة فارقة في مسارات التعاون البناء بين البلدين الشقيقين لما اشتمل عليه من قرارات محورية وتوقيع اتفاقيات مهمة تسهم في الارتقاء بالعمل المشترك في مختلف المجالات. استنادا إلى الإرث العريق في العلاقات البحرينية السعودية الذي امتد لعشرات السنين وأسس لها قادة كلا البلدين، جاء مجلس التنسيق السعودي البحريني ليضع لبنة جديدة في بنيان علاقات البلدين الشقيقين من خلال ما أقر من قرارات مهمة خلال اجتماعيه السابقين. وقد جاء الاجتماع الثالث الذي عقد في الرياض ليؤكد على العزيمة العالية لدى رئيسي المجلس حفظهما الله، واللذان أكدا في تصريحاتهما خلال الاجتماع على دور المجلس في تطوير وتعزيز علاقات التعاون والتكامل البحرينية السعودية والمضي بها إلى مستويات متقدمة جدا في مختلف المجالات. مجلس التنسيق السعودي البحريني أعلن بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة حفظهما الله، أعلن عن عدد من القرارات المحورية التي تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين، ومن أبرزها افتتاح أول مكتب للشركة السعودية البحرينية التي تم تأسيسها في نوفمبر 2022 بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية وشركة ممتلكات البحرين القابضة باستثمار بلغ 5 مليارات دولار أمريكي، علاوة على الانتهاء من بناء مستشفى مدينة الملك عبدالله الطبية في مملكة البحرين، والذي من المزمع البدء بتشغيله خلال الربع الثاني من العام الجاري، بالإضافة لعدد من المشاريع المتعلقة بإطلاق فرص للتدريب واحتضان لمؤسسات القطاع الخاص التي تعنى بالذكاء الاصطناعي والربط الشبكي والإلكتروني ومشاركة البيانات والشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في المجالات الصحية ومعاملة المنتجات في البلدين في انتقالة نوعية تبشر بمزيد من النماء الاقتصادي والاستثماري المتقدم بين المملكتين الشقيقتين. الاجتماع الثالث للمجلس شكل انتقالة محورية للتعاون بين البلدين، إذ تم التوقيع على جملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي جاءت لتمهد الطريق أمام تحقيق تطلعات وأمال قادة كلا البلدين في مجالات الطاقة والاقتصاد والمجالات المالية والقانونية والثقافية وغيرها، مما يعكس حجم التوافق والتناغم البحريني السعودي نحو تقدم ونماء كبير يتناغم ورؤى ملوك وقادة البلدين في تحقيق أعلى مستويات التكامل والتوافق نحو مستقبل أكثر ازدهارا وتقدما ونجاحا.